السلام عليكم. تحية طيبة. النهاردة هبدأ أشرح معاكو إزاي تكوني ملكة. عشان تكوني ملكة في حاجتين، إما إن أنت تتجوزي ملك، دي مش واردة مع أي حد. الحاجة التانية يكون عندك مواصفات الملكة، اللي هي إيه بقى؟ الذكاء، القوة، الجمال. خلينا ناخدها حاجة حاجة ونبدأ نتكلم عن الجمال، لأن هو ده المتاح قدامنا. اتوصفت فيكي كل المعايير دي بالثلاث حاجات دول، أصبحتي ملكة على الأقل في نظر جوزك، حبيبك، خطيبك، في الشخص اللي انت بتتمني ترتبطي بيه. خليكي أول حاجة تضمني إنك تكوني جميلة بحاجات احنا إن شاء الله هنقولك إزاي تعمليها، وهنقولك المواصفات، وهنقولك الطريقة. النهاردة هجيب لكم معايا منتجات إن شاء الله هتحطك على الخطوة دي بأمان، من خلال دكتور حسام حشمت، أستاذ طب صيدلة ومجال خبرة 30 سنة في طب الصيدلة والطب التجميلي. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك الحمد لله. النهارده بقى انت جايب لنا ايه؟ جايب التطوير والتحديث اللي بيحصل في مجال الجمال زي ما انت قلتي، علشان تبقى كل ست جميلة، وده اول شروطها عشان تبقى ملكة. مثلا شركة زي شركة ميلانو قدرت تقدم وتقدم للسوق المصري، ومش بس المصري، خارج مصر كمان زي ما هنعرف دلوقتي حالا، المنتجات اللي قدام حضرتك دي كلها. شركة مصرية 100% حاليا بتقدر تصدر لأكثر من 20 دولة، ليها 4 مكاتب خارج مصر، حاجة كده زي اسم البرنامج، علامة مضيئة من مصر، علامة تمام. مضيئة في مجال المستحضرات التجميل دي كلها. ليها فرع في دبي، الإمارات، ليها فرع في السودان، ليها فرع في جيبوتي، ليها فرع في السنغال. عندها المنتجات دي وقدهم تاني خلال فترة قريبة جدا جدا. بتقدر تغطي أكبر مشاكل للبشرة اللي موجودة. هم حطوا التحدي قدامهم اللي هو الجمال، وأوصل له إزاي بطريقة آمنة وفعالة، يعني أنا لازم أخلي النتائج في أسرع ما يمكن بطريقة كويسة. الشركة دي تقدر تقدم الكلام ده كله فعلا زي ما حضرتك ذكرتي. ميلانو انا سامع عنها من ساعه ما انا جيت مصر الفتره الاخيره، بس خلي بالك انا كل الناس بتثق في كلامي دي مبدئيا، يعني تمام. فانا مش جايبه لهم شركه اي كلام، ومش جايبه حد يتكلم عنها اي حد، انا جايبه حضرتك. أشكرك. انا عايزه حضرتك تقول لنا ميلانو ايه اللي بيميزها عن اي شركه تانية، وهل هي انا عارفه ان هي شركه مصريه واخده شير كويس قوي 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 بره مصر، لكن هل هي بشره بس وشعر بس؟ وهنبدا نتكلم عن ايه في الاول بس عشان انا أشكرك. هخش معاك في تحدي، خلي بالك. تمام، خلي ان شاء بالك. الله هم قد التحدي فعلا. شركه ميلانو ببساطه هي فعلا تخطيطها واستراتيجيتها انا 80% من منتجاتها تصدير و20% للسوق المصري، وده تخطيط من اول دقيقه. ده خلاهم يخلوا في عندهم جوده عاليه جدا، خلى في تطوير باستمرار عشان يقدم لمصر وخارج مصر الحاجه اللي تستاهلها. مثلا المجموعه اللي قدام حضرتك دي عندهم اكتر من 4 أو 5 مجموعات لعلاج وللجمال للبشره وللشعر، وكل ما هو عنايه شخصيه، يعني شخصية بتاعت الجسم كله. طيب مجموعة مثلا منهم مجموعة التفتيح زي ما هنتكلم عنها النهاردة، في مثلا مجموعة الحبوب وحب الشباب تمام. واللي بتخلي البشرة في مشاكل كبيرة، المجموعة بتاعت العناية بالشعر زي ما حضرتك شايفة بأكتر من 5 مستحضرات، والسادس بتاعهم الشامبو بتاعهم. يعني لغاية دلوقتي مجموعة مثلا حضرتك بتغطي آلام اللي بتكون تظهر للعضلات، للي بيأثر على جمال الست بتاعتنا أو الجمال بتاعها. طب خلينا بقى ناخدها حاجة حاجة، نبدأ بقى التحدي، ادخل معايا بقى في اللعبة. تمام. أنا عندي حالات كتيرة جدا جدا بتبقى محتاجة تفتيح، هاي فعلا، وموضوع الهايبر بيجمنتيشن، مظبوط، وآثار الحبوب. نبدأ بقى ايه اللي بتقدمه لنا ميلانو في حالة زي دي؟ انت منتهى الثقة والمصداقية طبعا. تمام، حضرتك ذكرت فعلا اكتر شريحة ممكن تعاني منها البشرة المصرية او حتى البشرة العالمية، اللي هو التفتيح او الهايبر بيجمنتيشن. علشان اقدر اتغلب على حاجة زي كده كان لازم اعرف البشرة انا محتاج ايه في الاول. انا محتاج حاجة تخلي لي تترجع لي اللون الطبيعي للبشرة، ومحتاج كمان في نفس الوقت، لان الجلد نفسه، البشره بالجلد كله، ده اكبر عضو في جسم الانسان. معنى كده ايه؟ ان هو محتاج مني تغذيه باستمرار وترطيب باستمرار. يبقى 3 حاجات مش تحدي واحد زي ما حضرتك ذكرتي، 3 تحديات: افتح البشره، وكمان ارطبها، وكمان اغذيها. ومش كده وبس، كمان ده انا كمان عندي تحدي ظريف جدا، هو نوع البشره ايه اصلا؟ هل هي دهنيه؟ هل هي يعني جافه؟ هل هي حساسه؟
يبقى كمان لازم اخد بالي وانا بعمل التحدي ده او بجاوب على التحدي ده اقدر اوزع المنتجات بتاعتي واختارها بعنايه شديده عشان تناسب كل بشر. ده اللي عملته ميلانو بالظبط. ابتدت بالخطوه المهمه اللي هو التفتيح. فانا عندي النهارده في التفتيح عندي حاجتين اساسيتين اقدر اشتغل عليهم، عندي صابونه ميلانو وعندي كمان اقدر اشتغل على كريم ميلانو فري. الاثنين مع بعض ولا ممكن استخدم حاجه واحده؟ هما الحقيقه ثلاثه، حضرتك ذكرتي البشره والجسم كله، فثلاث حاجات، عندنا الصابونه وعندنا الكريم وعندنا كمان البادي لوشن عشان ما يبقاش ناشي اي منطقه في الجسم. طيب لحد ما نشوف، هنطلع فاصل بس دلوقتي وهنرجع نكمل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبه للتفتيح، تمام؟ نطلع معاكم فاصل ان شاء الله. رجعنا ولسه مكملين معاكم، كان الدكتور حسام حشمت بيكلمنا عن مجموعة التفتيح. ايه اللي بيميز مجموعة التفتيح اللي موجودة في شركة ميلانو، وهل قطعة واحدة كفيلة بالنتيجة ولا ممكن نستخدم المجموعة كلها، وامتى الحالة تستخدم التلاتة وامتى الحالة تستخدم قطعة واحدة؟ هايل، انت بتحطي تحدي قدام شركة ميلانو وهم الحقيقة جادرين بكده فعلا ويقدروا عليه. خلينا نقول ببساطة شديدة زي ما اتفقنا، ده الجلد بتاعنا والبشرة بتاعتنا محتاجة أكل، والأكل ده لازم يبقى متنوع عشان يقدر يغطي كل متطلبات الجسم بتاعنا. هو نفس الكلام برضو بالنسبة للجلد، هم قدروا يعملوا مزج ما بين المواد الطبيعية ومزج ما بين المواد الفعالة جدا عشان ياخدوا النتائج الهائلة في أسرع وقت ممكن. يعني لما أقول 30 دقيقة في اليوم استخدام الكريم واحد وعندنا ساعة كده ظريفة في صورة الساعة دي، بنقدر نحدد ونقول إن الكريم بتاعنا في 30 دقيقة يديني التأثير اللي أنا عايزه. طيب والنتائج بعد قد إيه؟ بعد 3 أسابيع، فده أسرع وأكفأ كريم موجود. طب أنا عايز أزود فعاليته، عايز أخليه يبقى جاهز كمان ويغطي أكبر قدر ممكن من التحديات اللي موجودة. عملنا الصابونة كمان تجهز بس مش بس تنظيف، بتجهز الجلد اللي بيتحط في البشرة عشان يستقبل المواد الفعالة دي وبالتالي يديني نتائج كويسة جدا. تمام. طيب وباقي الجسم عملنا له البادي لوشن، وعشان كده البادي لوشن حتى مكتوب عليه 5 في 1 بسبب إن بيدي 5 فوائد للجسم بتاعي: تفتيح، توحيد للون، حماية للجسم كله من أي تأثيرات تانية تسبب داركنس أو تسبب بقع تانية، بتغذية وترطيب، وأنا محتاج كده فعلا في الجسم بتاعي. يعني من غير قطع كلام حضرتك يا دكتور، أنا دلوقتي عندي شركة ميلانو بتخاطب شريحتين من الستات، لأن في ناس بتحب تكون عايزة تاخد حاجة نيتشرال جدا من الطبيعة، وبتخاطب الناس اللي عايزة الفعالية، من هي أضافت على مواد الطبيعية أضافت حاجة بتديها الفعالية. تمام. اللي هي ايه بقى؟ هيدروكينون 4%. حلو جدا. والتركيبه دي متوافق عليها من هيئه منظمه الغذاء والادويه الامريكيه، يعني الاف دي بالظبط كده. فده بالتالي بيديني الكفاءه اللي انا عايزها وبيديني الفعاليه اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت بطريقه الاستخدام دي زاد. وكمان ميلانو خدت بالها من حاجه مهمه جدا، طب البشره اللي محتاجه تفتيح دي ايه؟ هل هي حساسه؟ هل هي جافه؟ هل هي دهنيه؟ عشان كده حاطط حاجات طبيعيه بالظبط كده. وعمل بقى، عشان كده الكومباينيشن ده بيتعمل بمنتهى البساطه. انا ببتدي بالصابونه بتاعتي اجهز المكان اللي انا عايز اشيل منه التفتيح ده، او يعني عايز اظبط التفتيح فيه بتاعه. بعد كده بعد ما بغسل بالصابونه بتاعتي ببتدي احط بالليل كل يوم بالليل لمده نص ساعه الميلانو فري بتاعي. ما بيسببش تحسس. هقول لحضرتك يتحط ازاي عشان ما يسببش تحسس. دي برضو احنا مش عارفين لسه البشره، مش عارفين الست اللي هتستخدمه ايه. عملنا لها نوعين من الكريمات، نوع للبشره الحساسه وميلانو سول للبشره الدهنيه والبشره الحساسه، وميلانو كول اسف ميلانو سول للبشره الحساسه وميلانو كول للبشره الدهنيه. وبالتالي انا اقدر اخد مقدار واحد من الكريم الفري الميلانو فري مع مقدار من واحد منهم حسب البشره على حد. وبالتالي ما اقدرش اخد اللي بيظهر او الحساسيه، او ما اخافش من الحساسيه اللي ممكن موجوده دي. ده عشان في بعض البنات فعلا ممكن تحط كريمات في وشها وتحس ان وشها بدا يفرز دهون اكتر، فبتعالج الموضوع ده ان هي توصل نتيجه التفتيح مع الكريم الخاص ببشرتها الدهنيه، او ان هي توصل عشان ما يكونش معاها في ماده التحسس ووشها يلتهب، بتحط معاه النتيجه اللي هو بتاعت الكريم الخاص بالتحسس. يعني الاثنين مع بعض. بعد الصابونه زي ما اتفقنا بالليل نص ساعه هناخد مقدار منه مع مقدار مع واحد منهم، يا ده يا ده، حسب نوع البشره هل هي دهنيه او حساسه. طيب وبعد ما بحط المقدار ده على المكان المراد تفتيحه،
اسيبه قد ايه، نص ساعه، ارجع تاني علشان اخد الترطيب من الصابون اغسله بالصابون وانام، وابقى انا كده خدت الجرعه اليوميه اللي في خلال ماكسيمم 3 اسابيع. وبقول ماكسيمم ليه؟ لان انا ممكن النتيجه تبان من اول اسبوعين، لكن انا عايز اخد النتيجه كامله فباخدها بعد 3 اسابيع. في مشكله لو حد حطه ونام بيه؟ في بنات بتحب كده تقول لك عشان يسرع النتيجه معايا، او ان هو يكون الاقي نتيجه بسرعه، يعني ممكن انام بيه مفيش مشكله. وفي كريمات في السوق بتحط ان هي تنام بيه، انت شايف ان هي يتغسل افضل؟ يتغسل افضل. ولو المنطقه بقى، نرجع بقى للمناطق، لو المنطقه زي الكوعين او الكعبين او اسف الركبتين، المناطق الغامقه قوي دي ممكن نعمل كده. وبقى في الحاله دي بقى بنرجع بقى للبادي، ده البادي ده بمسته بقى ان انت تقدر تستخدميه يوميا لكل الجسم، وعشان كده بنسميه 5 في 1. بقدر ادي التفتيح اللي انا عايزه بطريقه طبيعيه للمناطق، حتى ايفن المناطق الحساسه، ودي برضو من الحاجات اللي هي يمكن وتقدري تستخدميه اثناء الحمل واثناء الولاده. طب خلينا نتكلم مع بعض بصراحه اكتر. ممكن تكون حد البشره بتاعتها غامقه قوي بطبيعه الحال، يعني هل عامه مش بس شركه ميلان ده بيخليها لو استخدمت منتج معين للتفتيح تبقى نيكول كيدمان مثلا؟ خلينا نعترف او نقول العلم بيقول ايه. العلم بيقول ان انا اقدر البشره ربنا خلقها عشان تديني لون معين، بنتيجه البيئه اللي حوالينا بتاخد لون تاني، اللون التاني ده يا درجه يا درجتين او ثلاثه. لكن لو اللون اصلا اسمر اسمر جامد، انا هفتح اللي انا خدته من البيئه اللي غيرته من البيئه، لكن ما اقدرش ادخل في الجينات والوراثه اللي موجوده بيها. وده لكن ادي البشره بقى اللون البرونزي، اديها النضاره، اديها الحيويه، اديها الملمس بتاع الاطفال اللي هو بشره الاطفال، طبعا اللي هي احسن ملمس موجود خلقه ربنا. اقدر اعمل الكلام ده بالمنتجات، اقدر احافظ عليها ما تاخدش من البيئه اللي حواليها، اقدر اديها حمايه. يعني في انواع من الصابون مثلا موجوده تقدري فيها انتي اوكسيدنت ومضادات للاكسده تمنع وتدي وقايه من اشعه الشمس، يبقى انا اقدر استخدمها. طيب انا هكلم حضرتك واقول لك في بنات بتبدا تتكلم معايا وتسالني عن حاجات، تقول لي انا عايزه تفتيح ونضاره. هي. وفي بنات تقول لي انا عايزه تفتيح بس انا وشي نضر ما فيهوش اي حاجه، انا عايزه تفتيح فقط. ده يمكن التحدي التاني. هل اللوشن يستخدم على الوش؟ اه طبعا اقدر استخدمه على الوش فعلا. وعلشان كده لو انا وصلت للون زي ما انت قلتي كلهم اجمعوا انا عايز تفتيح، ماشي انا خدت التفتيح، اقدر احافظ عليه ازاي؟ النقطه زي برضو بقى عايزين نتعود ونفهم ان الجلد بتاعنا والبشره بتاعتنا والشعر بتاعنا عايز غذاء يومي، عايز اكل تغذيه وعايز ترطيب، ميه واكل. لو ما خدش الاثنين دول لازم هيتاثر. عشان كده اقدر استخدم الحاجات اللي هي يوميا زي البادي لوشن، اقدر اطمن على الجسم كله ايا كانت المنطقه، اقدر استخدمه بعد ما اوصل للون اللي انا عايزه، اقدر استخدم الصابونه بتاعتي زي ما انا عايز، اقدر استخدم انواع تانية من الصابون اللي هي بتدي بقى كفاءه اعلى في التغذيه لو انا عايزه نضاره وهكذا. عشان كده عندنا 7 انواع من الصابون، كل 6 عايزه زي ما انت قلتي كده عايزه ايه بالظبط. ملكه والملكه دايما بتختار اللي يناسبها. فمثلا صابونه زي اللبن والعسل من اعلى واكفأ المنتجه اللي هي المنتج اللي بيدي النضاره طبيعيه وبيدي كمان تغذيه، لدرجه ان احنا ممكن نستخدمه للناس اللي خايفه من تقدم من السن، وانت عارفه الملكه ما تحبش تبان عجوزه خالص. بالظبط كده. يعني فالتجاعيد، الخوف من التجاعيد، لو هي متعرضه لضغوط ومتعرضه لبخار ومتعرضه والهرمونات هرمونات وبيئه جامده تقدر تستخدم دي. طيب انا دلوقتي اللي انا اقدر اهندله للناس ان انا دلوقتي عندي صابونه، عندي كريم، عندي بودي لوشن مع قطعتين، يفضل ان هم يستخدموا في حاله استخدام الكريم على حسب نوع بشرته. مظبوط كده. اللي هبدا الكورس هيكون مدته قد ايه يا دكتور؟ 3 اسابيع، نص ساعه زي ما الساعه بتقول كده يوميا قبل النوم. بعد كده هبدا عشان احافظ على النتيجه بتاعتي استخدم ايه بشكل دايم بقى؟ الصابونه. خلاص فتحنا درجتين والبادي لوشن. أوكي. يوميا. والصابونه ممكن تتغير بحاجه تانية لو فيها عايزه حاجه تانية اضافي تقدر، لكن تحقق التفتيح بدول الاول. البادي لوشن تقدر تستخدمه في المناطق الحساسة يوميا على طول. لا ده التحدي اللي انت بقى كنت هكلمك فيه دلوقتي. انا عندي أسوأ حالة من حالات اسمرار المناطق الحساسة هي كلف الحمل.
تمام تمام، دي بتبقى صعبه جدا على جدا على الوش ومناطق حساسه بالظبط والابط والمناطق اللي ما بين الفخذين. طيب تمام. انا عايزه افهم دلوقتي ايه اللي ممكن تقدمه لي شركه ميلانو، واي قطعه بالظبط، ومده قد ايه، والكورس كيفيه الاستخدام عامل ازاي؟ تمام. واثناء الحمل ولا بعده؟ تمام، احنا خلينا نتفق الاول، الحمل دي حاله استثنائيه، فاحنا هنستخدم فيها البادي لوشن. البادي لوشن هو ده اللي صالح نستخدمه اثناء الحمل بس مع الصابونه طبعا. مش هيوقف الكلف، لكن ممكن يعني اصل الكلف انا اسمع اعرف اللي انا اعرفه ان هو هرمونات، هو حنفيه هتفضل ممتده 9 شهور. ده صحيح، لكن يقلل النتيجه شويه. لغايه بس ما تحصل الولاده. بعد كده في الولاده، بعد الولاده اقدر استخدم بادي لوشن، واقدر لو في مناطق بقى ظهرت الكلف لسه مستمر في الوش او حاجه زي كده، اقدر ارجع استخدم الميلانو فري، واقدر استخدم الصابونه بتاعتي بنفس الرجيم، اغسل بالصابونه الاول، اخد كميه وكميه قدها من المناسب للبشره بتاعتي سواء دهنيه او جافه، وادهن لمده نص ساعه، وبعد كده اشطف بالصابونه بتاعتي وانام، ارجع اعالج بقى الكلام ده وارجع احافظ عليه تاني باستخدام البادي لوشن الخمسه في واحد. فكره اللوشن البادي لوشن بالنسبه لاثناء الحمل ان هو مش بس يفتح، هل بيفيد كحاجه ناتشرال لفكره الستريتش مارك؟ في لازم استخدم كمان صابونه اللي هي خاصه بالموضوع ده جنب البادي لوشن. البادي لوشن تفتيح زي ما قلنا 5 حاجات، تفتيح، توحيد اللون، ودي بتبقى محتاجاها الست كتير في الجسم كله، محتاج تغذيه ولازم اقدم المواد الغذائيه اللي محتاجها الجلد بتاعي، الترطيب المهم جدا جدا، والحمايه علشان العرق وعلشان الحاجات والاحتكاك مع الملابس والحاجات دي كلها اللي مع البادي لوشن. اقدر استخدم كمان صابونه متخصصه للموضوع ده، ودي بتدينا فرصه كويسه ان حافظ على الحمايه دي بالطريقه. بالنسبه للترطيب وتمدد الجلد اثناء الحمل. فعلا فعلا كده، دي بتبقى غنيه بفيتامين اي، وفيتامين اي متخصص للموضوع ده. تمام. دي ممكن نقولها في حلقه الترطيب ان شاء الله مع المنتجات التانيه، لان دي جزء خاص بالترطيب. من اكتر يعني بعد ما افتح انا لازم اكمل شغلي على الجلد بتاعي وعلى الشعر بتاعي، والا انا هرجع تاني. يعني في ناس كتير فاهمه، او السيدات بعض السيدات فاهمين، مش نقول كلهم، لكن فاهمين انا عملت اللي عليا وخلاص فتحت، طب وبعدين؟ طيب انا عايزه اعمل حركه تكون نتيجتها لشريحه معينه من المرضى. حاله جلد الوزه او جلد الدجاجه دي بتبقى محتاجه مقشر قوي جدا، وهي عشان الناس تبقى فاهماها ان انا بيبقى بعد ما بشيل او ما بعد ما بزيل الشعر بتبدا تطلع بثور للشعيرات تحت الجلد، ودي بتبقى عامله زي برتقانه. تمام. هل في امكانيه ان واضح ان البادي لوشن ما فيهوش مقشر، هو ناتشرال جدا جدا بحاجات طبيعيه، وبدليل ان انت استخدمته على الوش، هل ينفع ان انا اعمل مزج ما بين الكريم وما بين البادي لوشن في نفس الوقت، مع ان انا احط المضاد للتحسس؟ يعني الثلاثه احط، اجيب كده يعني علبه واحط الثلاثه مع بعض وابدا ان واستخدمهم استخدام مره واحده. في الحاله دي استخدمي الميلانو فري مع البادي لوشن 1:4. واحد لاربعه، واحد لاربعه، يعني احنا قلنا واحد لواحد، واحد لاربعه في الحاله دي. وتقدري تستخدميه وانت مطمنه، ما عدا طبعا المناطق الحساسه. تمام. انا يعني انا بس عايزه ارجع يعني ايه 1:4، يعني استخدم قطعه كريم واحده كميه صغيره منها وقدها 4 مرات، اقدر احط من البطن واقدر ادهن، يبقى كده انا عملت كفاءه عاليه في اللي انا محتاجاه في التفتيح ده لمناطق معينه. يعني انا دلوقتي عشان الناس تبقى فاهمه، اجيب علبه كريم واحده واجيب قدامها 4 بادي لوشن، وممكن احطهم في مره واحده وابدا ان انا استخدمها للجسم اذا كانت الحاله جلد الوزه او جلد البرتقانه او جلد الدجاج. وممكن تبتدي بواحده وواحده، بس هي تبقى وهي بتحط الكميه تبقى عارفه انا باخد انا مقدار وقدامه 4 مقادير، علشان اقدر كاني بعمل زي تركيبه خاصه بي انا للجلد بتاعي انا بس. كمان في صابونه بالفيتامين سي، وفيتامين سي معروف ان هو من الحاجات المقشره الطبيعيه جدا. فيتامين سي ده بيفتح لوح انتي اوكسيدنت، هو بيفتح فعلا، وكمان مقشر طبيعي.
لانه من تركيبات التركيبه بتاعته بتعتمد على التقشير. يعني الحاله دي هنا يعني تفضل ان هي تستخدم ساعتها الصابونه بتاعت الفيتامين بتاعت الفيتامين سي. بالظبط، ميلانو وفيتامين سي، فيتامين سي، الكريم، المقشر او المفتح المبيض في نفس الوقت، وناخد معاها البودي لوشن. دي حاله اللي الناس كتير بتسال عليها، جلد البرتقاله او جلد الدجاجه، جلد الوزه اللي هي منتشره كتير جدا وسط الناس، دي سببها ايه يا دكتور؟ طبعا الاسباب كتيره، منها استخدام كريمات مش كويسه في ازاله الشعر، استخدام مواد كيماويه مش مظبوطه، غسيل بصابون عادي في بعض الاحيان، او بلوشنز مش مظبوطه، بادي لوشنز مش مظبوط، التعرض هرمونات يعني مثلا، كمان برضو بقى جزء منه هرمونات. طبعا استشاره الطبيب هنا هتبقى حاجه مهمه جدا، وهي اللي بتبقى الجايد لاين اكتر، لان الاختلافات بتاعه الحاله نتيجه كل ست عندها حاجه معينه بتسبب الكلام ده. طيب هندخل بقى في التحدي القاتل بقى. انا عندي ناس بتحط ميك اب كتير جدا، يعني وخاصه لما تكون في بنات بتحط ميك اب من سن صغير جدا، وفي ناس ظهور مثلا مش هنقول الممثلين، لكن هنقول في ناس بتحب تحط ميك اب وهي بتخرج في كل الوقت الصبح وبالليل. انا يعني من اللي انا شفته ان دي يمكن مش بس هرمونات اكتر حاجه بتسبب الحبوب تحت الجلد. الحبوب، الحبوب تحت الجلد مش الملتهبه، لا هي الحبوب تحت الجلد دي ايه علاجها من الشركه عندكم كصابونه؟ هنمشي على نفس الروتين الاولاني ولا في روتين بديل؟ يعني لو انا عندي الحاله تفتيح وكمان حبوب، فانا لازم اعالج الحبوب الاول، وعشان كده في صابونه متخصصه جدا اللي هم الاثنين اللي فوق بعض دول. صابونه لعلاج اسمها كده سلفر صوب، دي لعلاج الاكني او علاج حب الشباب او علاج الحبوب اللي بتظهر. طب انا عالجتها في خلال 15 يوم او 21 يوم بالكتير، وصلت لكده، بعد كده برجع تاني اعمل حمايه عن طريق صابونه اسمها اكني، فبالتالي انا كده قدرت اعالج المنطقه بتاعت الحبوب دي. ممكن نخصص لها حلقه تاني برضو، لان علاج الاكني الحقيقه محتاج شغل كتير وصابون وحاجات تانيه كمان معاه واكل معين وقصص كده كبيره. لكن بعد ما اوصل لكده انا بقى محتاج التفتيح، ومحتاج ان انا استخدم صابونه ترطب كويس جدا جدا وتغذي كويس جدا جدا. فانا عندي مثلا صابونه الميلانو صوب دي لوحدها كافيه جدا انها تديني اللي انا عايزه ده، لانها بالشايه بطر، فالشايه بطر دي بتديني اللي عايزاه البشره بتاعتي. وبالتالي انا لو حضرتك بتتكلمي على الميك اب، وطبعا في كتير من الستات مشاكلها بتظهر مع الميك اب، اقدر اعمل حاجه ظريفه جدا، اقدر ابتدي اليوم بتاعي اصلا ان انا قبل الميك اب بصابونه زي كده، فانا حميت البشره بتاعتي واعطيتها الغذاء بتاعها والترطيب بتاعها. وبعد ما ارجع وشلت كل الميك اب اعمل اغسل تاني قبل ما انام عشان ارجع تاني اللي اتفقد اثناء اليوم بتاعي، وتبقى جاهزه الصبح انها تشتغل معايا بكفاءه عاليه. طيب لازم استخدم مرتين دكتور حشمت، انا هستغلك في حاجتين. اول حاجه ان انا عايزه اجرب الموضوع ده مع البنات، عارفه ميلانو وبجربها وتفتيح للايد تحفه جدا جدا، بس ده كنت هقوله بعد كده لما هوريهم ان انا مثلا لو في جروح او تعرض للشمس اثناء المشوار، فانا كنت بستخدم بصراحه كريم ميلانو والصبح استخدم صن بلوك. لكن خلينا هعمل معاك حاجه يا جماعه، اتواصلوا على ارقام التليفونات الموجوده، وعايزه منكم ثلاث حالات تكتب ارقام تليفوناتها وتكتب الحاله بتاعتها وتبعتها على ارقام التليفونات اللي ظاهره خاصه بالشركه. وانا بنفسي ريهام هبدا ان المره الجايه ان شاء الله في الاسبوع الجاي يوم الخميس هناخد بوكس فيه كل الارقام وكل الحالات اللي اتعملت مع يعني شافت البرنامج، وهناخد منهم ثلاث حالات بارقام تليفوناتهم وهنكلمهم ونسلم لهم قطع مجانيه على حسب كل واحده كانت بتشتكي من مشكله معينه عندها. موافقني؟ انا هقبل التحدي وهخليهم خمسه مش ثلاثه. طيب ايه رايك بقى؟ طب خلاص خمسه علشان تبقي مطمنه جدا، ودي هديه من شركه ميلانو، انا واثق ان الهديه دي هتنفعهم جدا جدا. احنا كل اللي محتاجين معلومات نوع البشره ايه عشان نقدر نديهم الحاجه المناسبه كامله، دهنيه، جافه، حساسه، كل الكلام ده، وهتاخد السيت اب ده كامل، وحضرتك اختاري الخمس حالات كده، والعلاج ده فور فري من شركه ميلانو. يبقى خمسه هناخد منهم من بناء على اتصالاتكم وبناء على الحاله بتاعتكم اللي انتوا هتبداوا تبقى تتصلوا بارقام التليفونات وتخشوا على الصفحه اللي موجوده خاصه بالمنتج بتاع شركه ميلانو، هنبدا ان احنا نشوف تكتبي الحاله بتاعتك ورقم تليفونك، وهنبدا هناخد انا ههندل كل ده من الشركه وهحطه في بوكس، وهناخدها الحلقه الجايه مباشر، هنشوف مين اللي هتكون فايزه معانا بمنتجات ميلانو للتفتيح ان شاء الله. وانا مطمن للتحدي ده لانه فعلا اتجرب على اعداد كبيره ان شاء الله في مصر وبره مصر. خلاص ان شاء الله نشوف النتيجه المره الجايه باذن الله ان شاء الله.
اشوفكم على خير، وان شاء الله انتظرونا ان شاء الله باذن الله الخميس الجاي مع شركه ميلانو، ونشوف حاجات جديده عندها، ونشوف في منتجات كتيره قوي قوي متميزه شركه ميلانو لسه مش عارفينها بس هنعرفها الاسبوع الجاي. اشوفكم على خير، مع السلامه. ريهام المهدي كانت معاكم.